فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال الشيخ رحمه الله: ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن كما ذكرنا من طريقة الشيخ رحمه الله أنه إذا دخل في مسألة يفيض فيها ويستكملها ولا يغادرها إلا وقد وفاها حقها من البحث. فالكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم، منع التشبه بغير المسلمين، والآن دخل في قضية الصلاة والتطويل والتخفيف، فهذا من الاستطراد، لكنه الاستطراد المفيد. نعم. الذي يفيد القارئ ويثقفه ويفقهه في دين الله عز وجل. فهذا من طريقته رحمه الله في كتبه، أنه كان يوفي البحوث حقها ولو خرج عن الموضوع ثم يعود إليه رحمه الله. فما زال رحمه الله في سياق الصلاة ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقارنتها بصلاة غيره ممن يخلون بصلاتهم. المطلوب من المسلمين عموما، سواء كانوا أئمة أو يصلون أفرادا أو فريضة أو نافلة، أن يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بمعنى أنهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله كما رأيتموني أصلي فسره صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام.